لو أخذنا مطار الملك فهد الدولي في الدمام ووضعناه على خريطة البحرين لوجدنا أن المطار تقريبا بمساحة مملكة البحرين، لكن لتغرنك هذه المساحة الصغيرة لهذه الدولة، فلديها اقتصاد ضخم وعملتها هي ثاني أغلى عملة قيمة في العالم، الدولة شرق أوسطية الوحيدة التي تضم كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية ومعبدا هندوسيا وكنيسا يهوديا، بالإضافة إلى مساجد للسنة والشيعة، ولا يفصل أماكن العبادة تلك عن بعضها البعض سوى بضعة أمتار. لكن يبقى السؤال الذي ما زالت إجابته غامضة حتى اليوم، من الأكثر، السنة أم الشيعة؟ الكثير من الأسرار والحقائق تنتظركم في هذا الوثائق، فلا تفوتوا متعة المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. حضارة ديلمون. تمتد جذور البحرين إلى أكثر من 5000 عام، مما يجعلها واحدة من أقدم الحضارات في العالم. عرفت هذه الجزيرة في العصور القديمة باسم ديلمون، وكانت مركزاً للتجارة البحرية بين بلاد ما بين النهرين وحضارة وادي السند. ذكرت ديلمون في النصوص السومرية باعتبارها أرض الجنة، وهي مكان باركته الآلهة. ازدهرت الحضارة بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الوفيرة. نمت ديلمون لتصبح مركزاً تجارياً رئيساً، اشتهرت بتصدير النحاس والتمور والمنسوجات، وأغلى سلعها كانت اللؤلؤ. اشتهرت البحرين تاريخياً بمصائد اللؤلؤ التي اعتبرت من بين الأفضل في العالم. في القرون التي تلت ذلك أصبحت البحرين ساحة معركة للإمبراطوريات المتنافسة على السيطرة على مواردها الغنية. حكمها الفرس واليونانيون، ثم انتشر الإسلام فيها، وكانت من أوائل المناطق خارج شبه الجزيرة العربية التي تبنت الدين الجديد. ثم حكم البرتغاليون البحرين لمدة 80 عاماً بعد الاستيلاء على الجزر في عام 1521. وفي عام 1892 أصبحت الجزر رسمياً مستعمرة بريطانية. ثم شاركت البحرين في الحرب العالمية الثانية وأرسلت قوات لمساعدة الحلفاء. حصلت البلاد على استقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1971، وأصبحت عضواً في كل من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. تتمتع البحرين حالياً بسياحة خارجية قوية، وكانت من الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون الخليجي. المملكة الأرخبيل. المساحة الإجمالية للبحرين أكبر قليلاً من مساحة سنغافورة. تقع المملكة العربية السعودية إلى الغرب من خليج البحرين، بينما تقع شبه جزيرة قطر إلى الشرق. تعد البلاد أصغر دولة في الشرق الأوسط وثالث أصغر دولة في آسيا. تبلغ مساحة البحرين 100 ميل ولا تحدها أي دولة برياً. المملكة عبارة عن أرخبيل مكون من 33 جزيرة تقع في موقع استراتيجي في وسط الساحل الجنوبي للخليج العربي. جزيرة البحرين هي البر الرئيس للمملكة بمساحة 591 كيلومتر مربع أو 83% من إجمالي مساحة البحرين. المحرق هي ثاني أكبر جزيرة في البلاد، وتضم أحد أقدم المطارات الدولية في المنطقة. يربط جسر الملك فهد الذي يبلغ طوله 25 كيلومتر بين البحرين والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية في مدينة الخبر. وقريبا سيتم بناء جسر آخر لربط البحرين بقطر على بعد حوالي 10 كيلومترات، يبلغ طوله 45 كيلومتر، ليكون بذلك أطول جسر في العالم. مركز للإنتاج النفطي. تعد البحرين واحدة من أكثر المراكز نفوذاً في الشرق الأوسط، وتشتهر بمزيجها الرائع من القديم والحديث في جميع الجوانب. على الرغم من صغر حجمها، فإنها تظل لاعباً رئيساً في التجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط، لأنها تقع في واحدة من مناطق إنتاج النفط الرئيسة في العالم. دخلت البحرين عصراً جديداً مع اكتشاف النفط في عام 1932،
لتصبح أول دولة في منطقة الخليج تكتشف الذهب الأسود. وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تحويل البحرين من اقتصاد يعتمد على الغوص بحثاً عن اللؤلؤ إلى دولة حديثة بين عشية وضحاها تقريباً. وفي حين جلبت حقول النفط الثروة والتحديث السريع، كان حكام البحرين مدركين تماماً لمخاطر الاعتماد فقط على عائدات النفط، مما وضع الأساس للتنويع الاقتصادي في وقت مبكر. فقد بنت البحرين على تقاليدها الطويلة في الشحن والتجارة، وكانت أكثر نجاحاً من بعض الدول الأخرى في الخليج في تطوير التصنيع والخدمات التجارية والمالية. يشمل القطاع غير النفطي البتروكيماويات وإصلاح السفن وتكرير الألمنيوم والتصنيع الخفيف. لقد حققت شركة ألمنيوم البحرين ألبا المملوكة للحكومة، والتي تعد واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وشركة نفط البحرين بابكو، وظلت البحرين المركز التجاري والمالي الأكثر أهمية في الخليج. مركز مالي في قلب الخليج. تعد البحرين من أغنى دول العالم على أساس نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي 22 ألف دولار، ويصل ناتج البلاد الإجمالي إلى نحو 31 مليار دولار. الواردات الرئيسة للبحرين هي النفط الخام الذي يتم جلبه عبر خط أنابيب تحت الماء من المملكة العربية السعودية لتكريره. الواردات الرئيسة الأخرى هي الآلات والأغذية والمواد الكيميائية. تصل واردات البلاد إلى نحو 14 مليار دولار. أما الصادرات الأساسية هي المنتجات البترولية المكررة والسلع المصنوعة من الألمنيوم. المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الرئيس، وتبلغ قيمة الصادرات حوالي 12 مليارا ونصف المليار دولار. تتمتع البلاد بإطار تنظيمي متطور للغاية للخدمات المصرفية والمالية. كانت أول دولة في المنطقة تنشئ قطاعا مصرفيا خارجيا في سبعينيات القرن العشرين. واليوم تعد البحرين موطنا للعديد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، مما يعزز سمعتها كمركز مالي إقليمي. من بين أكثر التحولات المستقبلية إثارة هو إطلاق البحرين الدينار الرقمي، وهو عملة رقمية تهدف إلى إحداث ثورة في عمليات التداول وتعزيز دور المملكة كمركز مالي متطور. هذا المشروع الرقمي هو جزء من التحول التكنولوجي الذي تتبناه المملكة، والذي يشمل أيضاً مبادرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة. التصنيع والزراعة. لا تساهم الزراعة إلا بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من 3% من أراضي البحرين صالحة للزراعة. يتم استيراد غالبية الغذاء في البحرين، أما الإنتاج الزراعي فيلبي بعض الاحتياجات المحلية، بما في ذلك جزء كبير من الخضروات ومنتجات الألبان. وتعد الطماطم والتمور والموز والحمضيات والمانجو والرمان من بين المحاصيل الزراعية، كما تشجع الحكومة تربية الماشية والدواجن، في حين تتم تربية الإبل والخيول للسباقات. بالنسبة للتصنيع، تعد الصناعات التقليدية في البحرين هي بناء المراكب الشراعية وصيد الأسماك وصيد اللؤلؤ وصناعة حصور القصب، ويتم إصلاح السفن في ميناء سلمان بالقرب من المنامة. وتشمل الصناعات الخفيفة إنتاج مواد البناء والأثاث والمشروبات الغازية والبلاستيك ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، وللحكومة حصة مالية كبيرة في كل هذه الصناعات الحديثة. رؤية 2030. في عام 2008، بعد 4 سنوات من المناقشات والندوات التي جمعت بين صناع القرار في القطاعين العام والخاص، ولدت رؤية البحرين 2030. كانت هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق اقتصادية تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لكل بحريني، وتهدف إلى وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة.
مع تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل أكبر وزيادة الأجور في بيئة آمنة ومستدامة. تتمحور الرؤية حول 3 مبادئ رئيسة: الاستدامة، وتعني التركيز على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافي. كان الهدف واضحاً: خلق اقتصاد مستدام يأخذ في الحسبان التحديات البيئية لتصبح البلاد مركزاً عالمياً للأعمال، وذلك من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير بيئة تجذب المستثمرين وتقديم خدمات عالية الجودة. لتحقيق هذا الهدف أطلقت الحكومة العديد من البرامج التعليمية التي تهدف إلى تجهيز الشعب بالمهارات اللازمة للمستقبل. الإنصاف: هذا المبدأ يعكس التزام البحرين بتقديم معاملة عادلة لكل من المستثمرين والمستهلكين من خلال خلق بيئة تشريعية وحماية حقوق الجميع. تنويع الاقتصاد: لطالما كان النفط هو العمود الفقري لاقتصاد البحرين، مع رؤية 2030 قررت البحرين اتخاذ خطوات جريئة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد إنتاجي يقوده القطاع الخاص. كان الهدف تقليل الاعتماد على النفط وتطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة، السياحة والتعليم. كان هذا التحول بحاجة إلى تعاون واسع بين القطاع الخاص والحكومة والشعب البحريني. وفي خطوة لدعم رؤيتها الاقتصادية، أطلقت البحرين حزمة مشاريع بلغت قيمتها 32 مليار دولار. كانت هذه الحزمة تشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها تطوير مطار البحرين الدولي وإنشاء منصة لاستيراد الغاز وبناء مدن إسكانية جديدة. يعد خليج البحرين أحد أكبر المشاريع العقارية في البلاد، وهو منطقة ساحلية ضخمة تضم مساكن فاخرة وفنادق ومساحات تجارية. تم تصميم المشروع ليكون وجهة تجارية وترفيهية، ويشمل خليج البحرين فندق فور سيزونز، وهو أحد أكثر المباني شهرة في المنامة. خلال عام 2023 أطلقت البحرين أكثر من 50 مشروعاً ضخماً جديداً في قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والرقمنة. بلغت قيمة هذه المشاريع 1,123,000,000 دينار بحريني، وكانت تهدف إلى تحقيق مزيد من التطور في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المملكة. تشمل هذه المشاريع بناء مدينة رياضية ضخمة من المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية 2025، وتجديد مجمع السليمانية الطبي، واستكمال الجسر الرابع الذي يربط بين المحرق والمنامة. كما شهد العام نفسه إطلاق مشاريع سكنية جديدة في مناطق مثل ديار المحرق ودرة البحرين التي تعد أكبر جزيرة اصطناعية في البلاد. تتطلع البحرين أيضاً إلى الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أطلقت الدولة عدة مبادرات للحد من بصمتها الكربونية، مع خطط لاستخلاص جزء كبير من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030. مملكة الأديان: تعد مملكة البحرين الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التي تضم كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية ومعبدا هندوسيا وكنيسا يهوديا، بالإضافة إلى مساجد للسنة والشيعة، أماكن للعبادة لا يفصلها عن بعضها البعض سوى أمتار قليلة. تعود أصول اليهود في البحرين إلى 80ات القرن 19، جاءوا من العراق وعملوا في السياسة والتجارة، خاصة من مدينتي بغداد والبصرة، ووصل عددهم إلى نحو 1300 شخص، لكن هذا العدد انخفض كثيرا بعد عام 1948 عندما بدأت الهجرة العكسية من البحرين إلى فلسطين وبعض الدول الأوروبية، وذلك على إثر العداء الذي تفاقم بين العرب وإسرائيل. يوجد اليوم في البحرين نحو 39 يهوديا يعملون في التجارة والصرافة. لديهم كنيس للعبادة بني عام 1930، وما زال قائماً يستقبل المصلين والزوار. أما بالنسبة للمسلمين فيشكلون النسبة الأكبر من السكان،
وينقسمون إلى 49% شيعة، بينما يقدر عدد المسلمين نحو 51%، وذلك بحسب وثيقة حكومية يعود تاريخها إلى عام 2011. لكن مصادر غربية أشارت إلى أن نسبة الشيعة قد تصل إلى نحو 62%، على الرغم من تحديثها بشكل كبير. تمكنت البحرين من الحفاظ على الكثير من ثقافتها وقيمها التقليدية، ويبلغ عدد سكان البحرين حوالي 1,700,000 نسمة، ونصف السكان تقريبا من المغتربين من دول مثل الهند وباكستان والفلبين وأوروبا. تقع المدينة الرئيسة والميناء والعاصمة المنامة في البلاد في الطرف الشمالي الشرقي من جزيرة البحرين. المنامة هي مدينة حديثة بشكل لافت للنظر، وهي مدينة هادئة وعالمية، وهي وجهة مفضلة للزوار من المملكة العربية السعودية المجاورة. ففي عطلات نهاية الأسبوع تتجمع حشود من السعوديين في المدينة للاستمتاع بمطاعمها. مع ذلك يظل شعب البحرين محافظا في أنماط حياته، وهذا الشعور مكرس في دستور البلاد الذي يؤكد على أن الأسرة هي حجر الزاوية في المجتمع، وقوتها تكمن في الدين والأخلاق والوطنية. تقف البحرين على مفترق طرق حيث يلتقي التقليد بالحداثة. تميزت رحلتها من حضارة قديمة إلى مركز مالي وثقافي حديث الابتكار والمرونة والطموح، وبينما تتطلع إلى مستقبل تظل المملكة ملتزمة بالحفاظ على تراثها الغني مع اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين. من مياه ديلمون الهادئة إلى شوارع المنامة الصاخبة، تعد قصة البحرين قصة تحول مستمر. فماذا تعرفون عن هذا البلد العربي؟ وهل تتمنون زيارته يوما ما؟